طبقا للي انت عايزه منها اهدافك، يبقى قيمك واهدافك هي اللي بتحدد طريقة الاستخدام وبتطور الاستخدام. ناخد تليفون استاذ كرم. استاذ كرم اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا، صباح الفل على حضرتك. انا متابع حضرتك من زمان وعلى طول متابع الشباب والرياضه عامه يعني. ده شرف والله. الله يخلي حضرتك، ربنا كل عام وحضرتك طيبه وحضرتك بكل خير. انا بس استاذنك، بس انا شاعر غنائي. اهلا وسهلا. مبتدئ يعني، مش هقول على نفسي شاعر غنائي يعني طب كنت محتاج دقيقه من وقت حضرتك. اتفضل نسمع. يا ريت. اتفضل. وحضرتك هتعرفي انا بتكلم عن مين في نهاية ما بخلص كلامي. طيب يا رب بس ما نقولش اسم حد كده يعني يعمل لنا مشاكل. اتفضل. طيب اتفضل. بقول وقت ما فرحوا وقالوا ظهرك انحنى، ونبهت مين ياخد بايدي، قال انا. عرفت. انا منك. عرفت من الاول والله. يا روحي يا غالية تفديكي، يا زرعة في القلوب وردك. أنا فارس، أنا حارس على بابك، حارس لحم تراب حدك. أنا زرعك وأنا فاسك، وأنا نخلك وأنا ناسك، وأنا نيلك وأنا سدك. ورب الدنيا، يمو الدنيا، بكرة الدنيا ما تبقاش في المقام قدك. بقولها لك بعلو الصوت، يا إما في السماء رايتك، يا إما الموت ما شوفش دمعة على خدك. يعيش اللي في عينيه شالك، ونفض من الغبار شالك، وقال والله هكون هالك، ما تتهانوا يا مصريين. قسم بيمين ووعد الحر عهد ودين، في يوم ما حد يرهبكم يخوفكم، نموت أحسن ما نبقاش في الحياة عايشين. نزلنا له وبالملايين في شوارعها وحواريها وفي الميادين، وقال بسم الله قلنا امين، مفيش بينا مكان لجبان ولا خاين وتاجر دين. من النجمه معاه صحيين، تقيله الشيله سم الله وقول يا معين، لدنيا جديده ودينا وعدينا وطير بينا، ما دايما ما احنا نور عينك انت ضايل عينينا. حضرتك عرفت بتكلم عن مين؟ ايه الجمال ده يا استاذ كرم؟ تقول لي مبتدئ، مبتدئ ايه بس؟ ما شاء الله عليك عرفت. طب لو عرفتها ايه الجايزه؟ نعم؟ ايه الجايزه؟ أفهمت؟ اصل احنا كلنا عرفنا، يعني اعتقد كلنا عرفنا. الجايزه تحيا مصر لينا. صحيح، تحيا مصر. وزي ما الرسايل جت كل والله العظيم، بص انا بفتح رساله استاذ صالح عبد الشافي كده بالصدفه، لقيت صوره الرئيس للوطن صقور تحميه، وتحيا مصر، ويحيا جيش مصر وشرطه مصر ورئيس مصر، وكل وطني شريف واقف مع بلده. فالصوره محلوله يعني. اه والله العظيم، بس كلمات جميله جدا. ويعني مبتدئ فين ده حضرتك يعني استاذنا؟ والله بشكر حضرتك جدا. شكرا لحضرتك. شكرا شكرا.